يا صباح الخيرات والبركة على أحلى متابعين بالعالم. رجعت لكم جديد، أنا على فيديو جديد. باستفتاء الفيديو الماضي قلت لكم شو حابين إنه الفيديو اللي أشاركه معكم، أغلبكم قال لي على روتينك. فبالصدفة اليوم أحد، وإن شاء الله رح أحاول أنزل لكم الفيديو اليوم المساء أو بكرة الصبح. فرح أقول لكم شغلة أشاركها معكم، إنه أنا تغير نظامي بعد البيبي 180 درجة، خاصة بأيام العطلة. بين كنا بيوم العطلة نقضيها برا البيت ونطلع من الصبح للمساء زيارات ورفقة ونطلع نفطر بشي محل وهيك، هلأ صار يوم العطلة. لشو سعيد يمسك لي اللوشة يضل معه وأنا أحوس البيت. عامل تنظيف عميق، تنظيف الأسبوعي للبيت يا جماعة. بيتي قايم قاعد هلأ حاليا. فحابه هي اول مره رح شارك معكم طريقتي بالتنظيف، انه كيف انا ببلش. اوكي، حتى خاصه اذا كان البيت والغرف كلها مكركبه وفي تنظيف وبنفس الوقت ترتيب، من وين ببلش وشو بعمل وشو اول مكان بدخل عليه. وحابه كمان انتم تشاركوني. هلا انا بالعاده ما كنت بنزل فيديوهات تنظيف وكذا، بس اليوم متحمسه انه انا اشارك معكم هي الفقره. اول شغله بعملها كل شيء تياب للغسيل بفرز، كل شيء تياب للغسيل، كل شيء تياب. بخلص من قصة التياب لأنه سعيد ما شاء الله بيجي من شغله بيشلح تيابه بيشلف لي اياهم، فما بعرف النظيف من الوسخ من هالقصص. فعندي يوم العطلة حتى اقعد وافرز التياب كلياتها. بس خلص من قصة التياب، شلت التياب وضبط التياب من وشي، بحس فضي البيت صار اسهل للتنظيف. الخطوة الثانية اللي رح اعملها هلا، رح شيل السجاد كلياته اللي شايفينه قدامكم حتى تسهل حركتي بالبيت، وبعدين بدخل على المطبخ. تخيلوا اول مكان بنظفه، ما بعرف اغلب العالم اخر مكان بيدخلوا عليه نظفوه المطبخ. بحس اذا المطبخ كان نظيف ومرتب البيت كله خلص، يعني صار هيك انه رتوش يعني راح اعمل البيت. فبرتب غرف ترتيب، بمسك مساحه الغبره. اوكي، هلا رح شارك معكم هالخطوات كلياتها. قبل ما يبلش الفيديو لا تنسوا تعملوا لي لايك للفيديو وسبسكرايب اذا اول مره بتتابعوني. تروحوا تتابعوني على انستغرام اللهم ستايل. في صبيه قالت لي علا انه انت مانك نشيطه على الانستغرام، ما بتنزلي كثير. اكيد بنزل يعني، اول ناس عرفوا انه انا كنت بمارسين بعد اسبوع شاركته على اليوتيوب، كنت عم بنزل صور مارسين وهالقصص. اذا ما كان في اكشن مميز بحياتي ما بنزل، يعني ماني من النوع هيك، بس انه شيء يعني اصور وانزل. اوكي، فهي القصه. هلا قلوشه مع سعيد، خلونا نروح ونشوفها. شايفين الغساله شغلتها، خلصت من قصه الثياب ارتحت. هلا عندي الثياب اللي هون كمان رح حطها. هاي سعيد مع قلوشه خاله. مرحبا. اليوم اليوم كمان رح اغير ترتيب غرفه النوم لانه مليت منها بشكل ما بتتخيلوه، فرح اغير ترتيبها. اوكي، يلا خلونا نطلع. ما احتوى عليكم مقدمه اكثر من هيك، خليكم متابعين للاخير. لما انه غرفه قلوشه هي اسهل غرفه بالبيت، فبس الشغله الوحيده بتتركب عندي هي ثيابها، فرتبت لها ثيابها كلياتهم بخزانتها، طبقتهم بهالطريقه. وهلا رح اطلع منها اروح على المطبخ. بجيكم معاناتي مع غرفة المونة، مش قد ما رتبتها شوفوا بتتكركب بثواني. هاي الغرفة عن جد رح اعملكم فيديو لحالها بترتيبها لانه كثير مقهورة منها. مش قد ما رتبتها يعني سعيد بسحب شغلة بخربط لي الدنيا كلها. يا دوب كياس كياس، وهون محل المي ما بعرف مين قال له سعيد انه هون كياس بدنا نحط. Anyway، رح فرجيكم ترتيبها بس هي بفيديو تاني. اوكي،
احلى لحظه باليوم، احلى لحظه بهالفيديو الفقره انه اللي خلصت فيها، ورح اورجيكم ترتيب البيت بعد ما خلصته. انا وعدتكم، بعرف انه انا رح اصور لكم وانا عم بنظف البيت، بس لقيت انه كثير رح ياخذ وقت معي. والشغله الحلوه اللي صارت انه قلوشي نامت نومه طويله الحمد لله، فاجا سعيد قال لي انا خلصت شغلي فاضي ايش اساعدك، فقسمنا الشغل بيناتنا وبهمه وتعاون خلصنا تنظيف البيت كلياته. حابه هلا اشارككم معكم افرجيكم اياه رحله النظافه يا جماعه، بتاخذ العقل كثير كثير حلوه. غفت قلوشه مثل ما هي، ما غير ترتيبها. شوفوا الشغله الوحيده اللي كانت صعبه انه انا اغير ترتيب، انا بحب كل حوسه هيك عميقه ونظيفه هي الشهريه القويه، انه اغير ترتيب البيت، ما غيرته بصراحه. فغرفه قلوشه مثل ما هي، بس خزانتها ترتبت، الشغلات الجديده اللي اجتها هدايا كلها ترتبت. رح اشارك معكم بالفيديو القادم ان شاء الله مشترياتي والهدايا اللي اجتني. هون كلياته الاراضي السجاد كلياته نظفته، بس بقي علي غرفه المونه، هي بدها يوم لحاله كامل ان شاء الله رح اعملها واشاركها معكم كيف رح ارتب، لانه في منظمات لازم اشتريهم. وهون كمان الغرفه مثل ما هي، هاي قلوشة خانو شو عشان تتفرج، عتفرج تحب تشوف البيبيز، تشوف بيبي هيك بعمرها. فهي اليوتيوبر عندها بيبي، يا عندها يوتيوبر هلا فتح لها اياها سعيد، هيك ما بنحطها على التلفزيون كثير، بعرف هذا الشيء كثير كثير مضر وما بيصير، بس هي وقت تشوف بيبي طلع ردة فعلها بتكيف كثير بتنبسط، بحسها هيك بتتفاعل معهم. ايه فبحطها هيك يعني 5 دقائق يا دوب وبشيلها، ما بطول اكثر من هيك. هون كمان القصص كلياتها ترتبت صارت حلوه. الشغله ما قلت لكم اياها انه انا بعت غرفه الزاويه اخذتها رفيقتي، فلانه انه على اساس حاطه ببالي انه انا اخذ غرفه جديده وهالقصص، فلوقت اللي اقرر الغرفه الجديده ان شاء الله رح تلاقوها معي، لوقت اللي اقرر الغرفه الجديده وهيك عملت هذا الترتيب، لانه كانت قايمه قاعده، كانت غرفه خرده يعني غرفه كراكيب. خليت هون المنشر دائما احط الغسيل بهالطريقه، وهون الكتب لوقت اللي اجيب مكتبه. حابه كثير اعمل غرفه القعده، شو بتقترحوا علي لون؟ انا كثير حابه البيج، بيجات يعني مع الخشب هيك تكون غرفه دافيه، يعني مليت من الالوان الفاقعه والالوان الفوشيا وهالقصص، ما راح اعملها ابدا هي الالوان. هاي غرفة القعدة مسكرتها ما عم بستعملها. هلا جينا على المطبخ، مطبخ رجعت ترتيبه سبحان الله، وقت اللي كنت عاملته قبل انه هون اول ما حطيت هدول الكرسيين هون قلت مستحيل اغيرهم، هلا هيك حسيت انه صار اوسع وافرج واحلى. عند الشباك حطيت هدول الكرسيين، وهون مثل ما هو الترتيب، وهي هون الكهربائيات اللي دائما بستعملها ما بقدر بلاها، ادوية قلوشة و Me cambió de decir, él me encanta, yo lo quiero, pues dímelo a mí, que no hago daño. Baby, cuando te vi, con tu falda, no exagero, me quería morir. La أحلى شغلة بعد كل هالتعب، سعيد طلب لنا أكل. What did you order your KFC؟ لي زمان ماني أكل KFC. عم بحاول الغي الوجبات السريعه، بس قال لي سعيد حاشو مشتي، قلت له والله مشي على كيف سي يوم مشتي هيك ادلل حالي قزلي تعرف قزلي تعرف يعني الوصفه السريه. انا ما برجينا شو اي ميل، على فكره اكثر ميل اكثر وجبه بحبها بالكي اف سي هي التويست، رايت؟ تويست منيو. ديد يو اوردر تويست منيو تو؟ شو رح برجيكم شو بجي فيها، بجي فيها الوينكس الجوانح. I wanna really see. See he didn't put. عم نعطيهم ملاحظة، أنا هذا الشكل البوت للجوانح ما بحبها، بحب الموديل الثاني. Do you have it? You see he put everything this style. أنا بحب هذا الشكل. Give it to me. Yeah, this one. The mom, I told them there are two bones. Two bones, but look, he put this. Yes, I'm gonna eat. أي المهم مع هاي الساندويشة، ساندويشة كتير لذيذة وطيبة، والتشيكن ناجت وبس. هي بسكويت كمان مش ما. I forgot. في كمان هاي البسكويت اللي هيك مدورة كمان لذيذة طيبة. Anyway هلا كتير تعبانة، خلونا نبلش ناكل. رجعنا. هلا جيت عند سيفورا، يمكن يا جماعه عن جد الي سنتين ما جيت عند سيفورا،
وقليل قليل قليل ما بحط ميك اب، ما عندي وقت بصراحه احط ميك اب. هلا امس كنت فاتحه عم بحط ميك اب، طلعت لقيت عندي اوج قد شغلات انه خلصانه عندي ولازم انه انزل واجيبها. فهلا دخلنا عند سيفورا وراح اقول لكم شغلات المفضله من سيفورا، بس عشان تجربوها كثير رح تدعوا لي. اوكي بس هيك طبعا حطيت لكم على هدى بيوتي الجميله البعشقه، الوان حمرتها والوان الايشادو وهالقصص. اوكي هلا رح احكي لكم على شغلتي اللي اخذتها. انا بصراحه دائما باخذ هاي ما بغيرها ابدا، بعشقها كثير كثير حلوه ومرتفع سعرها. كنت اخذها ب 100 هلا صايره ب 140، بس هلا جيت رح اخذها. نصحتني الصبيه، كثير لذيذه الصبيه هون، نصحتني بهي هي انه نازله جديد وهي حاطه منها هلا بسبب الكورونا وهيك ما خلونا نجربهم، فنصحتني بهي بصراحه رح اجربها. شوفوا هي حاطه من هي الماسكارا، بصراحه كثير عجبتني انه هيك بتقلب الرموش وكذا، فاول مره بجربها وسعرها 120 ليره. الشغله الثانيه اللي هي بودر سيفورا اللي بعشقها. طبعا هلا انتم حسب لون بشرتكم بدكم تختاروا، وصبيه بتساعدكم ب وقت تيجوا عند سيفورا ما تكونوا حاطين مكياج او كذا، بتقول لكم انه اللون المناسب. انا كنت انا بحب العصفار، وحلاوه بودر سيفورا انه بتنحط على طاقه، يعني ما ضروري احط تحتها كريم او كذا اذا كنت مستعجله، فبعمل تغطيه لوشي بالبودره لانه شوي كريميه هي فبتغطي. فاخذت انا هي شو هانجي نمره هانجي بنالدم شو دمى ها شو انا اخذت هاي، هاي اللي اخذتها. فيكم تعملوا سكرين شوت على لون بشرتي هاي. اوكي كمان كثير رائعه. هلا عم تقلي هدول عليهم عروض، وبصراحه كثير حبيت الوانهم، خاصه هذا انه فيه بارلاك وهيك سباركلينج، ومثل ما شايفين الاضاءه. وعم تقلي انه بصير هو اضاءه على الخدود شايفين مثل هون، وبصير الاي شادو لفوق العين مثل ما شايفين هون. كثير حبيتهم بصراحه، هذول كلهم عليهم عروض. هذا اللون وقعت بغرامه وجربته هلا على ايدي، كثير عجبني. هون بالعاده نحن وقت كنا ندخل عند سيفورا بنقدر نجرب كل الميك اب وكذا. هذا لون وين ال شو نمره يوكمو؟ امبير ام كي ها ام امبير اوكي اسمه ام 1. هاي كثير حبيت لونه ال هيك على زهر كذا. فتفرجيني كمان هدول الوانهم حلوه او ذاتا بالليدي لما شو النار شكر مز ما بحب الاحمر. هدول الوانهم كثير حبيتها. هذا ام 1 كثير حلو جربته، وهذا ام 3 اوكي ام 3 ماني مجربته بس كثير 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 نصحتني فيه. عم بتقول لي انه رائع، مع انه في هون بسيفورا اسعار اغلى بكثير، هدول اسعارهم تبقى مناسبه اكثر انه 120 وكذا. عم بتقول لي للشعر انه هي جربتهم، واغلب الناس بعد ما جربوه عم بيجوا بياخذوا منه. انا ماني مجربته وراح اخذ هلا واجربه وبعدين بعطيكم نصيحتي فيه. هو ماسكات للشعر وسيروم اظن ها سيفورا دان سيفورا. من سيفورا صح جدد فيكن دوال اورجانيك ها اورجانيك طبعا للمناسبات وغير. استيلاودر ما بنصحكم ابدا، تغطيه رائعه بتعمل. هلا انا بالعاده باخذ اللون هاد شوي بحبه غامق للمناسبات، بحب الغامق لانه بحط مثلا هيك شيء انه سباركلينج وهالقصص، فبحسه على المكياج الغامق بيطلع احلى مكشف. اكره ما علي الفاونديشن اللي مايل على بياض او على كاشف، بحبه مايل على صفار، اكشف درجه من الصفار باخده. فهذا شو في منه تيست على ايدكم، يعني فيكم تجربوه. هذا هو فور يو. منزله هاد المنتج اللي انصرعنا فيه فترته وطلع ترند وكل العالم، ما في يوتيوبر الا عملت عنه. انا متى ما شغله انتشرت كثير وكل العالم صار يحكوا عنها بحس انه هاي تسويق ما بحب اجربها. فهلا حابه اخذ منها بس بنفس الوقت خايفه، فاللي جربها قبل ما اخذ منها اللي جربها يكتب لي بكل مصداقيه انه رايكم فيها، انه عن جد عن جد مثل ما بيحكوا عنها انه رائعه وكويسه وما بعرف شو، لانه سعرها بصراحه مو رخيص. يعني تخيلوا هون هي ب 3000 هي ب 1200، يعني ما هو سعرها رخيص ابدا انه انت انا اخذها بعدين ازتها بوشي وما استفيد منها. انه بتعمل مساج وكذا، يعني اوكي ما بعرف ايش اليه مبدا افهلي مجربه. بليز اكتبوا لي بالكومنتس بتنصحوني فيها. اللي صار هلا اخذت انا هي البودره والمسكرة، دخلت اخذ بودره ومسكرة، فرفقاتي كلهم اخذوها يجربوها، فان شاء الله يا رب ما يزبطوا وشي تطلع كويسه.